في تمام الساعة 11:51 دقيقة من مساء يوم غد الخميس ستصل الشمس إلى مدار السرطان بعد انقطاعها عنه لمدة سنة تقريبا. وش يدل عليه هذا؟ يدل على أننا سنعيش أطول يوم وأقصر ليلة بس نهأله يوم الخميس، ويدل على أننا سنعيش أقصر ظل في السنة، ويدل على بداية الصيف هذا عند الفلكيين وبداية الحر اللاهب هذا عند العام، والعام يقولون لا حر إلا بعد الانصراف. والحج لهذه السنة يصادف أطول نهر وأقصر ليالي السنة، وهذا ما حصل من 33 سنة ولا رايح يتكرر إلا بعد 33 سنة. والشمس تتعامد على مدار السرطان يوم 20 أو 21 أو 22 يونيو، وبعد 464 سنة أي في عام 2488 ميلادي ستتعامد الشمس على مدار السرطان يوم 19 يونيو، لحظة غروب الشمس فيها مهابة وفيها حزن يكسر خواطر ملايين.